السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيشوفوني على قناة أروبة اللهلوبة. النهاردة إن شاء الله هقول لك كده على حلول لبعض مشكلات الكيكة. إن شاء الله هتنفع معاكي وهتبقى جميلة قوي. أول حاجة معايا ملاحظة، لازم تضيفي معلقة صغيرة من الخل لأي نوع كيك أنت بتعمليه يخش الفرن. ده بيساعد قوي على نجاحها وانتفاخها، وكمان بيزود العمر الافتراضي بتاعها. تاني ملحوظة، لو أنت ما عندكيش بيكنج باودر ممكن تحطي او محسنات كيك، تحطي مثلا نص معلقه صغيره من البيكربونات الصوديوم او الكربوناتو، دي بتساعد على انتفاخ الكيك جامد جدا حتى لو مش حاطه بيض كتير فيها. نقطه كمان، علشان تطلع الكيكه هشه اوفر، يعني ممكن ان انت تنخلي الدقيق 3 أو 4 مرات ويمكن اكتر كمان، كتر ما تنخليه بيدخل هواء اكتر في الكيكه ويبقى منفوش. ان شاء الله لما تدخلي الكيكه الفرن ونسيتيها واتحرقت من فوق، لو اتحرقت من فوق ببساطه كده هو تطلعيها كده وشيلي الجزء المحروق بالسكينه خالص كله واكحتيه وطلعيه، وبعد كده رشي شويه من السكر الناعم عادي على الوش ودخليها الفرن تاني 5 دقايق. السكر اللي مع الوش ده يعمل لك طبقه ذهبي ومقرمشه ولذيذه وطعمها حلو، وكمان اديتك لون ذهبي كده حلو للكيكه وما باظتش، واديك عوضتي اللي اتحرق. طب خلاص عالجنا الكيكه وزوقناها وحطينا لها بقى ايه فواكه، وحطينا لها جيلاتين بقى ملمع، وحطينا جينا بقى نقطع، بقت صعبه في التقطيع شويه وتلحوست السكينه ولحوست الكيك من تحت وهي بتقطع. هقول لك بقى، لما تكون التورته متزينه بفاكهه وعليها اللي هو الجيل التلميع ده او الجلاس اللي بيقول عليه، تروحي انت تعملي ايه، تجيبي السكينه وتجيبي ميه دافيه جنبك في مثلا كوبايه او في طبق، وتغمزي السكين في الميه السخنه وتطلعي وتقطعي. في كل مره تقطعي فيها خرطه بتغمزي السكين في الميه السخنه، مش هتلاقي خالص اللحوسه دي اللي بتبقى على السكين وتلحوس باقي الكيكه من تحت. لو عجب الفيديو النهارده البسيط السهل السريع، ما تنسيش لايك للفيديو وشير للفيديو واشتراك في القناه، وهستنى تعليقات برايكم سواء سلبي او ايجابي، انا بتقبل وصدري رحب، بس المهم التعليق والتفاعل. استودعكم الله، باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكل اللي بيشوفوني على قناه أروبة اللهلوبه. النهارده ان شاء الله هقول لك كده على حلول لبعض مشكلات الكيكه، ان شاء الله هتنفع معاكي وهتبقى جميله قوي. اول حاجه معايا ملاحظه، لازم تضيفي معلقه صغيره من الخل لاي نوع كيك انت بتعمليه يخش الفرن. ده بيساعد قوي على نجاحها وانتفاخها، وكمان بيزود العمر الافتراضي بتاعها. تاني ملحوظه، لو انت ما عندكيش بيكنج باودر ممكن تحطي او محسنات كيك، تحطي مثلا نص معلقه صغيره من البيكربونات الصوديوم او الكربوناتو، دي بتساعد على انتفاخ الكيك جامد جدا حتى لو مش حاطه بيض كتير فيها. نقطه كمان، علشان تطلع الكيكه هشه اوفر، يعني ممكن ان انت تنخلي الدقيق 3 أو 4 مرات ويمكن اكتر كمان، كتر ما تنخليه بيدخل هواء اكتر في الكيكه ويبقى منفوش. ان شاء الله لما تدخلي الكيكه الفرن ونسيتيها واتحرقت من فوق، لو اتحرقت من فوق ببساطه كده هو تطلعيها كده وشيلي الجزء المحروق بالسكينه خالص كله واكحتيه وطلعيه، وبعد كده رشي شويه من السكر الناعم عادي على الوش ودخليها الفرن تاني 5 دقايق. السكر اللي مع الوش ده يعمل لك طبقه ذهبي ومقرمشه ولذيذه وطعمها حلو، وكمان اديتك لون ذهبي كده حلو للكيكه وما باظتش، واديك عوضتي اللي اتحرق. طب خلاص عالجنا الكيكه وزوقناها وحطينا لها بقى ايه فواكه، وحطينا لها جيلاتين بقى ملمع، وحطينا جينا بقى نقطع، بقت صعبه في التقطيع شويه وتلحوست السكينه ولحوست الكيك من تحت وهي بتقطع. هقول لك بقى، لما تكون التورته متزينه بفاكهه وعليها اللي هو الجيل التلميع ده او الجلاس اللي بيقول عليه، تروحي انت تعملي ايه، تجيبي السكينه وتجيبي ميه دافيه جنبك في مثلا كوبايه او في طبق، وتغمزي السكين في الميه السخنه وتطلعي وتقطعي. في كل مره تقطعي فيها خرطه بتغمزي السكين في الميه السخنه، مش هتلاقي خالص اللحوسه دي اللي بتبقى على السكين وتلحوس باقي الكيكه من تحت. لو عجب الفيديو النهارده البسيط السهل السريع، ما تنسيش لايك للفيديو وشير للفيديو واشتراك في القناه، وهستنى تعليقات برايكم سواء سلبي او ايجابي، انا بتقبل وصدري رحب، بس المهم التعليق والتفاعل. استودعكم الله، باي باي.